الجونة تسجل هدف، بقت 2-1. يعني هل تحدث مفاجآت؟ هل تحدث المفاجأة؟ وهل يحدث الانقلاب؟ يا على الإثارة، يا على الإثارة. ودي عرضية وتاني كرة ناحية اليمين، ودي العرضية، ودي رأسية، وهدف التعادل. يا 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 هدف التعادل، هدف التعادل إيهاب المصري. يا 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 إيهاب المصري هدف التعادل في الدقيقة 85. إيه المباريات دي؟ إيه الإثارة ديت؟ عمر كمال عبد الواحد يسجل هدف التقدم في الدقيقة 83، يتعادل إيهاب المصري برد فعل سريع جدا جدا جدا. يا يا بصوا اهي، ادي الكرة من ناحية اليمين عمرو حسن، واتلعبت عرضية. يا سلام 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 على جمال الكرة ديت من شهاب أحمد، والعرضية لإيهاب المصري للتين البودلة، حط ضربة رأس قوية جدا ويجيب جول قاتل. واحد